مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية، وإليكم أبرز أهم العناوين. إطلاق أنشطة الوكالة الوطنية للمواصفات والجودة. الإعصار إيان يجتاح ساحل خليج ولاية فلوريدا الأمريكية. أهلا بكم. بعث رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي برقية تهنئة إلى رئيس الصيني شي جينغ بينغ بمناسبة الذكرى 73 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وأعرب له فيها باسم الشعب الجيبوتي وحكومته وباسمه الشخصي عن أهر تهانيه وأصدق أمانيه بدوام الصحة والسعادة وللشعب الصيني مزيدا من التقدم والازدهار. وأشار الرئيس جيلي إلى أن الصين تعتبر منذ فترة طويلة نموذجا لجميع الدول التي تطمح إلى النمو المستدام، مشيدا بعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين وشعبين الصديقين. وفي ختام برقيته أكد رئيس الجمهورية لنظيره الصيني عزم جمهورية جيبوتي على العمل من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين وشعبين الصديقين منذ الأزل. ترأس وزير التجارة والسياحة السيد محمد ورسما ديري صباح اليوم مناسبة مكرسة للإطلاق الرسمي وتشغيل الوكالة الوطنية للمواصفات والجودة. وتتمثل المهمة الرئيسية المسندة للوكالة في تنشيط وتنسيق عملية تطوير المعايير وتعزيز تطبيقها من أجل مساهمة أفضل في توجيهات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا. ويهدف المشروع إلى بناء اقتصاد منظم وفعال مع أصحاب المصلحة يحترم البيئة ورفاهية الجيبوتيين. وحظي وزير التجارة برفقة وزير اللامركزية باستقبال حار وحفاوة بالغة من قبل مدير الوكالة. كما رافق الوزير في هذه الزيارة وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية سيد يونس علي قيدي. ويهدف المشروع إلى بناء اقتصاد منظم وفعال، وأن هذه الوكالة تم إنشاؤها بمرسوم رئاسي في عام 2021 وتعنى بتعزيز الجودة والمواصفات في جيبوتي. مدير الوكالة الوطنية للمواصفات والجودة أشار في كلمة له إلى أن التنمية الاقتصادية تتطلب إلى تطوير نظام وطني فعال لمقاييس وتعزيز الجودة، وستؤدي الوكالة إلى زيادة وتحسين القدرة التنافسية لأعمالنا محليا ودوليا. بسم الله الرحمن الرحيم. Nous sommes réunis aujourd'hui pour l'inauguration des activités de l'agent djiboutien de normes de la qualité. نجتمع اليوم لتدشين أنشطة الوكالة الجيبوتية للمعايير والجودة. ستزود هذه الوكالة الدولة بنظام فعال لفواتير الجودة، حيث ترغب جمهورية جيبوتي في أن تصبح دولة متطورة بحلول عام 2035، وذلك عبر التكامل الاقتصادي والتجاري والمالي المثالي. وقمنا باختيار الانفتاح الذي يجب أن يكون مصحوبا بإجراءات لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد. وإن وكالة المعايير دول الجودة سوف تشارك هذه التنافسية من خلال المساهمة بتعزيز الجودة. من ناحية أخرى، تتطلب التنمية الاقتصادية تطوير نظام وطني فعال لقياس وتعزيز الجودة، وسيؤدي ذلك إلى زيادة وتحسين القدرة التنافسية لأعمالنا محليا ودوليا، كما سيسمح ذلك لجيبوتي بلعب دورها بالكامل كمحرك تجاري للمنطقة ولتجاوز مثل هذا التحدي. هذا وقرر فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي إنشاء وكالة المعايير الجيبوتية التي تشكل منصة استراتيجية
للسياسة الاقتصادية الوطنية، ومن المرجح أن تسمح للجهات الاقتصادية الفاعلة بالحصول على مزايا تنافسية في التبادلات التجارية، وخاصة من خلال إنتاج واستغلال المنتجات المحلية التي تستجيب لمتطلبات الأمر المعياري الدولي. ولكن قبل كل شيء ستضمن سلامة المنتجات والأراضي الوطنية لصالح المستهلكين الجيبوتيين، وستكون وكالة جيبوتي للمعايير مسؤولة عن تطوير واعتماد المعايير لجميع قطاعات الوطن. وبهذا الصدد فهي تعمل على دعم الجهات الفاعلة الخاصة في المجتمع المدني والمؤسسات العامة. وزير التجارة والسياحة السيد محمد ورسما ديري أشار إلى أن إنشاء هذه الوكالة يندرج في إطار تنفيذ سياسة الحكومة في مجال المواصفات، ولا سيما فيما يتعلق بترقية جودة المنتجات والخدمات. واغتنم الوزير في هذه السانحة لتقديم الشكر والعرفان لرئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر قلي، والذي رقب في امتلاك بلادنا لهذه الوكالة لضمان أمن المواد الغذائية في ربوع البلاد. احتضن قصر الشعب صباح اليوم الخميس فعاليات الحفل الختامي لمبادرة ومشروع جيبوتي الصاعدة، ويهدف هذا المشروع الكبير إلى إحياء الانتعاش الاقتصادي والتخفيف من آثار أزمة فيروس كورونا المستجد التي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد الوطني. كما ترمي هذه المبادرة إلى استعادة الاقتصاد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، وخاصة تلك التي تعمل في مجال الأعمال التجارية والزراعية. وساهم هذا المشروع بتعزيز الشراكة القائمة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ورواد الأعمال للتغلب على أزمة فيروس كورونا. وكانت مهمة المشروع هي دعم سبل العيش وفرص العمل الحالية والجديدة في جيبوتي، واستهدفت في المقام الأول طرق وسبل العيش القائمة على زراعة وصيد الأسماك. وقد استفاد العديد من قادة المشاريع الشباب من هذه المبادرة لخلق فرص عمل وتحسين الروابط بين السوق وللمنتجات والخدمات المنزلية من خلال تعزيز أنشطة هامة فيما يتعلق بتعزيز رواد الأعمال في جيبوتي. وشارك في هذه المناسبة شخصيات مدنية وعسكرية رفيعة المستوى، من بينهم وزير الاقتصاد والمالية السيد إلياس موسى دوالي. وأن هذه المبادرة تندرج في إطار مساعي الحكومة الجيبوتية الرامية إلى تعزيز القطاع الخاص والتغلب على تبعات كوفيد-19 الذي سبب أزمة اقتصادية لعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي كلمة لممثل برنامج المتحدة للماء أشار إلى أن هذا المشروع استفاد منه أعداد كبيرة من المتضررين بجائحة كوفيد-19. بدوره أوضح ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن الولايات المتحدة الأمريكية ساهمت لصالح هذا المشروع بمبلغ قدره أكثر من 2 مليون دولار. لقد تم إطلاق هذا المشروع رسمياً في شهر ديسمبر عام 2020، ويسعدني أن أشاطر معكم اليوم بنجاح هذا المشروع في العديد من الجوانب. لقد استفاد منه بالدرجة الأولى أعداد كبيرة من المتضررين بجائحة فيروس كورونا المستجد على مستوى المنطقة. وفي هذا الصدد وضعنا جمهورية جيبوتي في صلب اهتماماتنا، حيث بدأنا أولاً بالاستماع للسكان المستهدف من خلال عقد سلسلة جلسات ولقاءات. وعموماً تم تغطية 143 ناحية على امتداد التراب الوطني، وبالفعل قمنا بجهود مقدرة لتعزيز التضامن الوطني، وعملنا ضمن خطط جيبوتي هنا. إن الآثار السلبية للجائحة طالت بشكل ملموس محاور ستة، هي ريادة الأعمال للشباب والاقتصادين الأخضر والأزرق، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية ومحور التمويل والأسواق. إن مناسبة اليوم تأتي في ختام مشروع رايزينغ في جمهورية جيبوتي، والذي استمرت أعماله لنحو 21 شهراً. إن مساهمة الولايات المتحدة للمشروع بلغت 2.5 مليون دولار
تم تقديمها عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لدعم المتضررين من وباء كورونا من الرجال والنساء وتحسين الوضع الاقتصادي في البلد. من هذا المنطلق تعاونت الوكالة الأمريكية لإنجاح المشروع مع كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التعليم العالي ووزارة الاقتصاد والمالية للحد من التبعات السلبية الناتجة عن جائحة كوفيد-19. بدوره ألقى وزير الاقتصاد والمالية السيد إلياس موسى دوالي كلمة أشار فيها إلى أن هذه المناسبة تندرج في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تغلب آثار كوفيد-19. لقد قرر العديد من الشباب إعادة هيكلة حياتهم وتحقيق النجاح الذي يطمحون إليه، لكن كانت تنقصهم المعرفة والدراية وهو تقديم المشاريع أو تمويله. وفي هذا المشروع الذي نشارك في حفل اختتامه مكنا من سد هاتين ثغرتين. بنسبة شكلت هذه العملية فرصة مهمة لاكتشاف كفاءات ومواهب الشباب الجيبوتية من المتعلمين وحاملي شهادات الجامعية، بل حتى الذين لم يتلقوا التعليم، لكن هذا منحهم قدرات رائعة. بالفعل رأيت العديد من المنتجين ولست أدري بكم أقدر أعددهم، ولا سيما منتجي الخضروات والفواكه على صعيد المحلي، وقد تميزت تلك المنتجات بجودة عالمية، ما جعلني وغيري نندهش من كفاءاتهم وقدراتهم. أن التكنولوجية والمعرفة باتت اليوم كفيلة تحطيم الصعاب، وسمح هذا المشروع خلق الوظائف وفرص والثروة، لا سيما في مجال الأمن الغذائي. ومن دون الشك فإننا سنظل ملتزمين بدعم هذه المبادرات لتحقيق كفاءة جمهورية جيبوتي. وفي شأن محلي آخر، استقبل وزير الصحة الدكتور أحمد روبلي عبدالله صباح اليوم في مكتبه ورؤساء شركات تأمين السيارات، وحضر هذا اللقاء الأمين العام بالإنابة السيد عبد القادر محمد كرات والمديرون العامون للمستشفيات العامة وكبار المسؤولين بوزارات الصحة. وكان الهدف من هذا الاجتماع العمل تغطية ضحايا حوادث الطريق عبر القانون الذي ينظم شركات التأمين على سداد تكاليف الطبية والتحمل الرعاية الصحية لهؤلاء المصابين وضحايا الحوادث. وشكر وزير الصحة الدكتور أحمد روبلي في البداية مديري شركات التأمين على الاستجابة لتلبية الدعوة، مذكرا بأهمية هذا الاجتماع في سياق التحسين ورعاية الكافية لمصابي الحوادث. وبذلك اتفق الطرفان على تشكيل اللجنة فنية مؤلفة من ممثلين عن وزارة الصحة وشركات التأمين الموجودة وعاملة في جمهورية جيبوتي. يواصل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد مصطفى محمد محمود زيارته إلى العاصمة الكوبية هافانا على رأس وفد رفيع المستوى. وتهدف زيارة الوزير مصطفى محمد محمود إلى هافانا إلى التعرف عن قرب على العوامل الرئيسية التي تشكل أساس النجاح في التعليم في النظام التعليمي الكوبي، وخاصة في مجال التعليم الشامل وتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا وقام وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بزيارة إلى مدرسة متخصصة في التعاون المتخصصة عفوا في رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والتوحد والمهن الرقمية والسمعية والبصرية. هذا وتمكن الوزير وفد المرافق له من التعرف عن قرب حول نظام التدريب هؤلاء الأطفال أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يعانون من التوحد. هذا وتابع الوزير عرضا مقدما من قبل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في تلك المدارس، وأن كوبا تنتهج طريقة فريدة من نوعها لتقديم الرعاية التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة.
وعلى هامش زيارته إلى هافانا قام وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد مصطفى محمد محمود بإبرام اتفاقية مع نظيرته الكوبية، وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في تعزيز جهود الوزارة خاصة فيما يتعلق بالتربية البدنية والسباحة في المدارس. وستسمح هذه الاتفاقية لبلادنا من الاستفادة من الخبرة التي تتمتع بها هافانا في مجال رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي السيد فيصل بن سلطان القباني مساء أمس الأربعاء حفل استقبال في فندق كامبيسكي بلاس بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 92 للمملكة العربية السعودية. وجرت هذه المناسبة بحضور رئيس الجمعية الوطنية السيد محمد علي حمد ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق باسم الحكومة السيد محمود علي يوسف ووزير الداخلية السيد سعيد بن حسن ووزير الشؤون الإسلامية والأوقاف السيد مؤمن حسن بري ووزير العمل المكلف بالحماية الاجتماعية السيد عمر عبد سعيد ووزير البنى التحتية والتجهيزات السيد حسن محمد إبراهيم ووزير التجارة والسياحة السيد محمد ورسمة ديرية ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن السيدة ألوفة إسماعيل عبدو ووزيرة الدولة المكلف بالاستثمارات والتنمية القطاع الخاص السيدة صفية محمد علي ورئيسة أركان الدفاع الجنرال طاهر علي وقائد خفر السواحل الجيبوتية العقيد وعيس عمر بقلي وبمشاركة عدد آخر من مسؤولين مدنيين وعسكريين وشخصيات ثقافية وإعلامية بالإضافة إلى سفراء دول عربية والأجنبية وعلى رأسهم عميد السلك الدبلوماسي السيد عبدالله بن مسلم السقطري ورؤساء المنظمات والهيئات المعتمدة لدى جمهورية جيبوتي. كما شارك في هذه المناسبة وزير الصحة الدكتور أحمد روبلي عبدلي. وفي كلمته بالمناسبة أعرب سفير خادم الحرمين الشريفين أعرب عن خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهد الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي بمناسبة ذكرى الوطني 92 للمملكة العربية السعودية. يطيب لي في البداية أن أتوجه إليكم جميعا بخالص الشكر والامتنان على تلبيتكم الدعوة ومشاركتنا احتفالنا باليوم الوطني 92. ولا يفوتني أن أرفع أسمع آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا. يطل علينا في كل عام ذكرى اليوم الوطني ليعيد إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي الهام، فالأول من الميزان الموافق 23 سبتمبر من كل عام يظل يوماً محفوراً في ذاكرة التاريخ وفي وجدان كل مواطن سعودي. ويطيب لي في هذه المناسبة أن أنتهز هذه الفرصة لأشيد بعمق العلاقات الثنائية الأخوية التاريخية والمتميزة بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي الشقيقة، والتي تشهد تميزاً وازدهاراً يوماً بعد يوم على كافة المستويات، نتج عنها تحقيق أرضية مشتركة للتفاهم والتعاون في كافة المجالات لما فيه مصلحة البلدين والأمتين العربية والإسلامية. كما يطيب لي هنا ذكر الجهود المتميزة لفخامة الرئيس
إسماعيل عمر قلة وحكومته على الدعم الكامل لمواقف المملكة في القضايا الإقليمية والدولية. ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى جمهورية جيبوتي حكومةً وشعبًا وإلى كافة المسؤولين فيها، وعلى رأسهم أخي معالي وزير الخارجية الأستاذ محمود علي يوسف وجميع منسوبي وزارة الخارجية على ما تلقاه سفارة المملكة من رعاية وتقدير واهتمام. في الأخير أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان ومزيداً من التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين حفظهم الله. بدوره أشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد محمود علي يوسف إلى أن المملكة العربية السعودية ساهمت وتساهم في الجهود التنموية التي تشهدها جيبوتي. قد اجتمعنا هذا المساء للاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وهي الذكرى 92. يا للمسيرة الطويلة والحافلة بالإنجازات والتطور في المملكة الشقيقة. نعم، لا يختلف اثنان على النهضة الاقتصادية التي شهدتها المملكة طيلة القرن المنصرم، ولا شك أن هذا النماء وهذا التطور لم يأتيا من فراغ، بل بفضل الله أولاً ثم بقيادة حكيمة وحكم رشيد وشعب مجتهد وصبور. هنيئاً لكم سعادة السفير وللشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة ولقيادته الحكيمة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، إن العلاقات المتينة والمتميزة التي تربط بين بلدينا الشقيقين متصلة بتاريخ مشترك وتبادل تجاري وثقافي قديم تمخض عنهما إرث نبني عليه اليوم رؤية مشتركة ومصالح متبادلة خدمة لأهداف سامية من أمن واستقرار ورفاهية لشعوبنا. وليس الأمر هيناً وسهلاً، بل التحديات الماثلة أمامنا خطيرة ومتضاربة، والتدخلات الخارجية تحمل معها سمومها وآثارها السلبية وعواقبها الوخيمة، ولكن التضامن والتكاتف بين دولنا هما الحصن المنيع ضد أي سياسة عبثية تستهدفنا جميعاً. وعلى المستوى التعاون الثنائي لم تتأخر أبداً المملكة العربية السعودية عن دعم المشروعات التنموية والقطاعات الاجتماعية في جيبوتي، ولكم من الشعب الجيبوتي والحكومة الجيبوتية سعادة السفير كل الشكر والعرفان، وأرجو أن توصلوا هذه الرسالة إلى الحكومة السعودية ولشعبها الشقيق. بدعم من وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية وصلت بعثة علمية إلى جيبوتي تقوم بتنفيذ 5 برامج علمية أساسية بالتعاون عبر مركز البحوث والتدريب الإقليمي. نتابع. دعم من وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية وصلت بعثة العلمية إلى جيبوتي تقوم بتنفيذ 5 برامج علمية أساس بتعاون عبر مركز البحوث والتدريب الإقليمي، وتتعلق هذا البرنامج العلمي بتقويم استجابة البحثية للشعاب المرجانية لاحتباس الحراري من أجل تقدير قدرتها على التكيف مع طائرة الاحتباس الحراري، إنشاء هيئة الديناميكية وقدرة على التكيف لمجموعات الشعب المرجانية من خلال علم الجنو المنادر البحرية، وتقدير التجمعات الأنواع المرجانية من خلال عملية تمثيل الغذائية للحمض النووي البيئي، وتقييم تأثير تلوث بلاستيكي ومعادن نادرة، ورسم الخرائط الثلاثية أبعاد للشعاب المرجانية باستخدام التعليم الأهلي.
يعتزم المركز نشر هذا البرنامج العلمي بطريقة منهجية في جميع أنحاء البحر الأحمر كجزء من رحلته الفنية و22520 بهدف إنشاء أول جرد للنظام البيئي والتنوع البيولوجي للشعاب المرجاني في جميع أنحاء البحر الأحمر. تهدف نتائج هذا البرنامج إلى إتاحة للجهات الحكومية في منطقة لمساهمة في تطوير سياسات الحفظ ذات صلة وفعالة. وجمعت البعثة فريقا متعدد الجنسيات يضم بإضافة إلى باحثين وطلاب من عديد من المختبرات الجامعة ومعلمين ومفنيين وطلبة جامعة جيبوتي ومركز التربوي للبحوث وإنماء وجامعة جيبوتي. تهدف البعثة أيضا إلى توعية المجتمع العلمي الإقليمي بخصوص الشعاب المرجانية في بحر الأحمر وقضايا الحفظ الناتجة عن ذلك، ومن خلال ربطها بكامل بمبادرة طويلة الأجل تهدف أيضا إلى تشجيع المهن وتعزيز المهارات في هذا المجال علوم متنيس. وفي نهاية المهمة قامت مجموعة من حوالي 15 طالبا علميا من جامعة جيبوتي بزيارة إلى اليوم الأربعاء على متن قارب المهمة للقاء فريق البرنامج العلوم والرسالة، وستتاح لجميع النتائج البحث لسلطات والشركاء الأكاديميين لجيبوتي بروح من تبادل المعرفة المتراكمة على هذا النحو. وفي مداخلة لأحد أعضاء البعثة أوضح أن البعثة قامت بدراسة الحالة الصحية للشعاب المرجانية في جيبوتي وفي جميع أنحاء خليج تجرة وبحيرة جوبت. نحن بصدد الانتهاء من بعثة مركز الحقوق الوطني إلى جيبوتي والبحر الأحمر. بدأنا في وقت سابق من هذا العام هذه الدراسة في الأردن وفي دول أخرى، والآن انتهينا للتو من مهمتنا في جيبوتي، حيث درسنا الحالة للشعاب المرجانية في جيبوتي في جميع أنحاء خليج تجغرة وبحيرة جوبيت، وذهبنا إلى جزر موشا ومسكالي ثم إلى شاطئ عرطة وجوبت وتجغرة وأوبو. واهتمامنا حقا هو محاولة فهم كيف تعمل الشعاب المرجانية، وما حالة مقاومة الاحتلال العالمي لهذه الشعاب المرجانية، وما أنواع التهديدات الجديدة من حيث التلوث التي تؤثر على هذه الشعاب، وما قمنا به وجلب التقنيات الجديدة التي طورناها داخل المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في لوزان سويسرا، ومحاولة تدريب هذه الأساليب ومشاركتها مع المجتمعات العلمية المحلية في جيبوتي ولا سيما جامعة جيبوتي، وأيضا المركز التربوي للبحوث والإنماء والمتعاونين معنا وبالتالي داخل الحكومة ووزارة البيئة. لذلك قمنا بأسبوعين من المهمات العلمية بالتعاون مع هؤلاء الشركاء المختلفين ومع الزملاء الذين يأتون من السودان معنا، وخلال هذين الأسبوعين لاحظنا حالة صحية ممتازة للشعاب المرجانية في خليج تجارة جيبوتي، وسننتقل بعد ذلك إلى مرحلة دراسة وتحليل العينات لاحقا. بدورها أشارت عميدة كلية العلوم إلى أن مهمة البعثة استمرت لأكثر من 10 أيام، وأن المهمة تعد جزءا من سلسلة من البعثات العلمية التي تهدف إلى فهم حياة الشعب المرجانية في البحر الأحمر. Cette mission qui a duré du 16 au 28 septembre. إن هذه المهمة التي استمرت من 16 إلى 28 سبتمبر شارك فيها مدرسون باحثون وطلاب من جامعة جيبوتي. هذه المهمة هي الأولى من نوعها، وهي في إطار سلسلة البعثات العلمية التي تهدف إلى فهم أداء الشعاب المرجانية في البحر الأحمر في جيبوتي. إن إحدى خصائص هذه الشعاب المرجانية هي مقاومة الاحتباس الحراري، لذا فالمسألة تتعلق بفهم كيفية عمل هذه الشعاب المرجانية التي تلعب حقا دورا مهما للغاية، ومشاركة شركاء جيبوتي سواء كانت وزارة البيئة والتنمية المستدامة ومركز الدراسات والبحوث في جيبوتي وجامعة جيبوتي ومع معلميهم والباحثين وخاصة الطلاب، لأنه من المهم توعية الطلاب الذين يشكلون المستقبل. عقب شكاوي الذي تلقى قسم التحقيقات والتفتيش التابع للدرك الوطني المتعلق بسرقة معدات أغطية مجاري صرف الصحي، قام عناصر الدرك الوطني التابع لقسم التحقيقات والتفتيش يوم أمس الأول الثلاثاء بعملية واسعة النطاق في سوق الخرد المعدنية. وخلال العملية تمكن عناصر الدرك الوطني من إلقاء القبض على كمية كبيرة من معدات أغطية الصرف الصحي وأنابيب المياه وأسلاك الهاتف تم بيعها في سوق السوداء. هذا وتيمثل المتورطون أمام العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم،
وتنتهز القيادة العليا لقوات أو للقوات الدرك الوطني هذه الفرصة لتذكير العواقب الوخيمة التي يمكن أن تنجم عن إزالة هذه الواحة أو هذه الأغطية، وتعيد التأكيد أيضا التزام وحداتها بمكافحة هذه الآفة. دوليا، اجتاح إعصار قوي إيان فلوريد وتسبب في فيضانات كارثية وانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي. اجتاح الإعصار إيان ساحل خليج ولاية فلوريدا الأمريكية عصر أمس الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ليضربها بعواصف عاتية وأمطار غزيرة، مما تسبب في قطع التيار الكهربائي عن مليون مسكن في الولاية. ووصل الإعصار الخطير للغاية إلى يابسة قرب فلوريدا، ترافقه رياح عاتية بلغت سرعتها 240 كيلومتر في الساعة والأمطار الغزيرة. وأفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير بأن إيان اشتد وتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة، وحذر المركز ومقره ميامي من أن إيان إعصار خطير للغاية وقد تسبب منذ الآن في فيضانات كارثية. وتعد المنطقة فلوريدا الساحلية الأكثر تعرضا للخطر هبوط الإعصار على يابسة في الولايات المتحدة، إذ أنها تضم شواطئ رملية ممتدة لمسافة أميال وعشرات من الفنادق داخل منتجعاتها. أعلنت النمسا يوم أمس الأربعاء فرض قيود على المعابر الحدودية مع سلوفاكيا، وذلك في أعقاب قرار مماثل من قبل الشيك تجاه سلوفاكيا، وذلك لمواجهة الهجرة غير الشرعية. أعلنت النمسا يوم أمس الأربعاء فرض قيود على معابر الحدودية مع سلوفاكيا بدءا من منتصف الليلة، وذلك في أعقاب قرار مماثل من قبل التشيك تجاه سلوفاكيا، وذلك لمواجهة الهجرة غير الشرعية. وأوضح وزير الداخلية النمساوي السيد كارتر في تصريحات نقلتها الشبكة ABC الأمريكية أن القيود الحدودية جاءت ردا على تطبيق التشاكة قيودا مماثلة على حدودها مع سلوفاكيا، مضيفا أن قرار بلاده يهدف إلى الطمان أن لا يستخدم مهرب البشر النمسا كبديل بعد قرار التشاكة. وتابع الوزير أن بلاده تضع بالفعل قيودا على الحدود مع المنجر وسلوفينيا، وأن التركيز حاليا ينصب على مكافحة عمليات التهريب والتجارة بالبشر. ولم يوضح الوزير إلى متى ستستمر القيود الجديدة. يشار إلى أن النمسا وضعت قيودا حدودية مع المنجر وسلوفينيا عام 2015 عقب دخول الكثير من المهاجرين السوريين والعراقيين والأفغان للاتحاد الأوروبي، ولا تزال تلك القيود قائمة. إلى هنا وصلنا مشاهدين الكرام نهاية النشرة، وشكرا على حسن الإصغاء والمتابعة.